السلام عليكم اخوتي اخواتاتي اللي منضمين لقناة عائلة نصائح حليمة. تنقل لكم قبل ما نبداو هاد الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناة، تعملوا لايك وتخليوا لي تعليق اللي كيفرحني. اخوتي اخواتاتي، مع كنت زدت في الوزن ولاحظتوها كلكم بين ما انا زدت في الوزن ديالي. هادي سيمانة طيحت 5 كيلو، ودابا راني متبعه النظام اللي انا طيحت به ديك 5 كيلو. خوتي خواتاتي، ما يكذب عليكم حتى واحد ويقول لكم نطيحوا الوزن بسرعه، نطيحوا الوزن بواحد الفتره قصيره، نطيحوا الوزن من غير الناس اللي كيمشيو ينقصوا من ليستوما، يعني كينقصوا منها عمليه كتعمل في لوبيتال، كينقصوا من ليستوما وكيجيو كيقولوا لينا رحنا ضعفينا ب50%. هذاك الشيء خوتي خواتاتي ما كنتمناش توصلوا لتمايا. تيقوا بيا تيقوا بيا، العشاء ديالي والغدا ديالي، الفطور كنفطر كيف بغيت، الغدا كنحاول نبعد انا من اي حاجه فيها لي صوص. الدجاج واللحم ما كناكلوش، كناكل الخضار، كنشرب الماء، كناكل لي سلطات، كناكل لي فخوي. هنا خوتي خواتاتي العشاء ديالي اللي قلت علاش لا ما نقاسموش معكم. هنا خوتي خواتاتي عندي تفاح، كيف كتشوفوا في التفاح مقطع، عندي لي طوماط صغيز حلوين غزالين، وعندي خصه الخص المغربي اللي عندي، وعندي سريبيتا، وهاد العشيوه غادي ناكلها بيديه، يعني ما غنعمل عليها لا زيت الزيتون ولا ملحه، ما كنعمل والو، كنقطع الخضار هكا. البارح غادي نقول لكم باش تعشيت، البارح خديت لي بروكولي، لي بروكولي ما عرفتش اش كيقولوا لهم بالعربيه. خوتي خواتاتي، فضلا وليس امرا كتبوا بالعربيه لي بروكولي. البارح خديت لي بروكولي، جبتهم غسلتهم مزيان وعملتهم في برما وعملتهم في الكسكاس وبخرتهم. من بعد هذاك البروكولي تناولت البروكولي، خديت طريف ديال الفخوماج، الخبز ما كاينش خوتي خواتاتي. يعني البروكولي وتناولت معاه طريف ديال الفخوماج، وهذاك هو العشاء ديالي اللي كان. باش ما كان ناكلو بزاف، باش ما المعده ديالتنا كتوسع وكتزيد تطلب منك الماكله اللي حنا كنعطيوها للذات ديالنا، على ود كنوسعوا لي ستوما ديالنا بلا ما نشعروا. خوتي خواتاتي، انا السبب ديال الغلط ديالي وهو كان الدواء اللي الطبيب ديالي قال لي ما يمكنش لينا نحيدوه ولا نقصوا منه، ولكن بالطريقه ديالتي انايا خففت 5 كيلو، و5 كيلو راه شي حاجه، وما دمت بدينا ب2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، غادي نبقاو مداومين. وفي الاكل اللي هو صحي، ما غاديش تجينا لا سخفه ولا كيف كنقولوا الدوخه، ولا هذيك كتجي للناس اللي كيبغيو يفقدوا الوزن في واحد الفتره اللي هي قصيره. كنتناول خوتي خواتاتي بنهار من ورا الفطور مع ديك العشره، كناخذ تفاحه وكناخذ بنانه، ولا كناخذ تفاحه وكناخذ ليمونه، يعني الليمون والتفاح. هذا هو اللي بغيت نقاسم معكم العشاء ديالي خوتي خواتاتي. كنستسمح على الصوت ديالي وعلى لا فيديو اللي دخلاتكم الاولى والثانيه، بكيت فيها، بكيت حتى
خويت قلبي، بكيت على الماضي وبكيت على الحاضر وبكيت على المستقبل. الناس اللي متابعيني عارفين يعني الألم اللي أنا كنعيش فيه، ومع ذلك كنعطيكم النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية. قال لك تعشى وتمشى، يعني نحاولوا ناكلوا في الصباح بحال الملوك، وناكلوا في الغداء بحال الوزراء، وناكلوا في العشاء بحال الفقراء. خوتي خواتاتي، الحاجة الوحيدة اللي كنتمنى تجتنبوها وهو الدجاج. الدجاج خوتي خواتاتي، لو كان تعرفوا اشنو كيعطوه باش كيولي في ديك الحالة. الدجاج كيجيك يعني تقريبا نص طيب نص طيبة، وهو انت جايباه من المحل ديالو. تفادوا اللحم وكذلك كنسلق البيض خوتي خواتاتي. مثلا كون ما كانش عندي الخص، كون ما كانتش عندي يعني مطيشة، ولكن هاد الشيء دايما عندي، كناخذ البيض كنسلقو كنتناولو. غادي نوريكم خوتي خواتاتي البيض اللي انا ما تخطاش ليا الدار ديالي. هانتوما خوتي خواتاتي البيض، هانتوما يا يعني كنحاول الا ما كانتش هاد الحاجه نبلاصيها بحاجه اللي هي يا كتعطينا الفوائد كتعطينا. اليوم عرفتوا خوتي خواتاتي اشنو تشهيت الغداء، اشنو تشهيت الغداء؟ تشهيت اللوبيا البيضاء. اللوبيا البيضاء اللي انا عملتها بالقديد، والقديد انا عملته كنصوبو هنايا، ويعني كنشفو هنايا وكنشفو. كيجي واحد القديد ما نقولش لكم، لا في الكسكسو لا في العدس لا في اللوبيا، يعني ملي كليت اللوبيا مع الطناش ما عنديش الخبز في الدار، يعني كليتها بالمعلقة وخليتها يعني خليت فيها لاصوص، خليت فيها الماء ديالها لاصوص اللي هي كتكون خاطرة، اللي هي ملي كنهز اللوبيا بالمعلقة كنهز معها لاصوص ديالها. وما نقولش لكم يا سلام. أما العشاء غادي يكون هكذا. كنتمنى للناس اللي كيعانيو من يعني زيادة في الوزن وهما ما كانوش عندهم داك الوزن، المشكل وهو كيكون يا إما دواء يا إما صدمة يا إما مشاكل كيكون يعيش فيها الإنسان وكيولي غير كياكل. المشكل ديالي أنايا بغيت نعرف علاش هزيت يعني هادوك الكيلويات اللي ما نقدرش نقولهم لكم. كنت كنعبر 65 كيلو، دابا كنعبر خوتي خواتاتي كنعبر 88 كيلو. 88 كيلو حيدوا منها 5 كيلو، وتدريجيا بشوية بشوية ان شاء الله غادي نخفف الوزن بلا ما تجيني الدوخة ولا السخفة. غادي ناخد الوقت الكافي اللي ما غناخد فيه لا ماشي الحوايج. ملي كتكلم لكم على الدواء ديالي ديال الصحة ديالتي، اما تمشيو تاخدو داكشي اللي هو كيضعف لكن في الصيدليات، يعني باش تاخدي شي حقن ولا تاخدي شي حاجة باش تضعفي. جربتهم كلهم، ومع علمكم انا خدامة في صيدلية، جربتهم كلهم ولقيت الغذاء اللي هو منظم وما فيش لاصوص، وكتنظمي الغذاء ديالك يوميا الا وكتحصلي على نتيجه تدريجيا كتبداي تخفي في الوزن. والشرب ديال الماء خوتي خواتاتي، احبكم في الله، وعلى فيديو بروشان لو بارطاج لايك اشنو لو بارطاج ولايك والتعاليق تعاليق تعاليق اللي كتجعلني كتفرحني، ولو راني هزة جبل ديال الهم فوق كتافي.
وما كنجيب لكم غير النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية. أحبكم في الله، والسلام عليكم.